السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا لايف. الحمد لله وبه نستعين. أما بعد، عيني يلا حقيقي الدارة. هذا اليوم يوم تاريخي وتؤسس بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع الجامعة الإسلامية الآسيوية للعلوم والتكنولوجيا بجالة. Datang semua datuk-datuk dan khahnya yang dihormat Wan Muhammadna kita dan juga Syekh Qadhi Yusuf juga dekatir doktor daripada Yaman dan Dihudur semua doktor daripada Malaysia dan juga yang di dalam negeri. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa kita hari ini insyaallah berkat dan berkat Yusuf al-Madrin. Itu saya serahkan mikrofon kepada Syekh Abdullah Al-Malakawi Qadhi Makkah Al-Mukarramah bagi kalimat يسعدنا ويشرفنا kemudian نستمع الى كلمات abang kita akan letak mula dengan kata asah insyaallah. Apa min Syekh Qadhi Yusuf بمناسبة وضع هذا الاساس وهذه الساعة تحديدا يجب أن تكون ساعة مسجلة ولحظة معروفة لدى الحاضرين من كبار السن من الآباء والمعلمين وأيضا لحظة تسجل للأبناء والبنات لهذه البلاد خاصة وإن شاء الله للمنطقة الآسيوية عموما. هذه الجامعة إن شاء الله تم شراء أرضها وجعلها وقف لسبيل الله جل وتعالى، كامل الأرض كامل المنطقة وقف، والآن نبدأ بأساسات المكتب الأساسي للجامعة والمسجد، وإن شاء الله بعد ذلك يستمر العمل لمبنى الكليات. هذه الأرض هي مولود جديد، وأنتم أهل هذه البلاد من يرعى هذا المولود، إن شئتم فاسقوه حتى ينبت ويكبر ويترعرع، وإن شئتم فاتركوه فإنه سيهلك كما هلكت كثير من المباني التي لم يهتم بها أهل البلاد. أسأل الله جل وتعالى أن يكون هذا المبنى خالصا لوجه الكريم، يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أسأل الله جل وتعالى أن يكون صرحا شامخا مفيدا ينتفع به أبناء المسلمين خاصة وأبناء هذه المنطقة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. الآن نبدأ وضع حجر الأساس. بسم الله الشيخ. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله. بسم الله. Ada kali kita masuk. Turab. Ini yang jelek. Turab dulu. Turab dulu. Ada Sefir Al-Asbaq, Sefir Malaysia, dari Mandat Saudi Al-Asbaq, Datuk Ismail. Doktor Abdullah. Doktor ada di Abdullah Al-Malakawi. Ini yang ada di jamaah. Doktor Abdullah. Ini yang ada di jamaah. Ini yang ada di مسؤولين دار المسؤولين بما دولة مدينة الشقيقة. دكتور ابراهيم تعاون في وضع من اجل انجاح هذا المشروع.
ايضا بمشاركه شبابنا شباب حي الدجاله مصبري ضيف من مكه نسال الله ان يوفقنا في اكمال مسيره بناء هذا المشروع الذي يصب في صالح ابناء المسلمين في هذه المنطقه ليس في فطاني فحسب وإنما في من أجل أبناء المسلمين في منطقة جنوب شرق آسيا ومن جميع بقاع الأرض بإذن الله تعالى في المستقبل القريب. وهؤلاء القوى الكادرة المشايخ من اليمن الشقيق من جامعة الإيمان وأيضا هم حاضرون في جامعة ترنجان سلطان بترنجان الدكتور أحمد الفقيه والدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشكرا لكل داعي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله. وهكذا